بسم الله. معانا رضا حاله اصابه نخاع شوكي، كان جاي لنا متشال على كرسي متحرك، مفيش اي حركه بعد الاصابه بتاعت النخاع الشوكي. زي ما احنا شايفين احنا بنحب نصور لكم يعني من جوه العياده قدام العيان الحالات كده لايف عشان تشوفوها. زي ما احنا شايفين ما شاء الله هو واقف لوحده، ماشي لوحده. احمد انا عايزك تشيل ايدك خالص، عايزينه هو تمام، بس شيل ايدك بقى سيبه يمشي. احنا عايزين نوريكم النتيجه ما شاء الله، اصابه نخاع شوكي. هو ماشي ماشي لوحده خالص، قادر نفسك، قادر رجلك، ايوه كده. شايفين الحركه اللي جايه من الفوز؟ تمام. احنا لسه اول مرحله، بعد كده هندخل بقى ان شاء الله بنقصر الجباير وبنعلم نمشي على العكاز وبنغير المراحل اللي احنا فيها. هو ما شاء الله زي ما احنا شايفين مشيته كويسة جدا. ده كان جاي على كرسي متحرك مفيش اي حركة بفضل الله. عملنا له الجلسات المكثفة 6 ساعات يوميا مع الحقن العيوني لتنشيط الخلايا العصبية مع الحقن العيوني عشان عضلة المسامع. تمام. احنا المفروض بنجهزه مع دكتور المسالك بقى بعد نهاية الكورس ده. هنشيل كمان القسطرة دي.